إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. قال عن الزواج: شركة بين اتنين لو كانت فيها تفاهم تبقى شركة ناجحة، لو ما فيهاش تفاهم تفلس. وقالت عن الزواج: مسؤولية حلوة ولو انها متعبة. قال عن زواجه منها: مزيج من السعادة وراحة البال. وقالت عن زواجها منه: انا مرتاحة وسعيدة مع علي. قال عن الحب: الحب عطاء. وقالت عن الحب: الحب بكل انواعه اجمل شيء في الحياة. قال عن حبه لها: حب القلب والعقل. وقالت عن حبها له: كفاية اني في حماية انسان بيحبني. قال عن الغيرة: الدليل على وجود الحب. وقالت عن الغيرة: احساس ما اعترفش بيه. قال عن غيرته عليها: بما اني بحبها اذا فاني بغير عليها جدا. وقالت عن غيرتها عليه: ثقتي فيه اكبر من غيرتي عليه. قال عنها: حبيبتي الطيبة جدا والذكية جدا جدا. وقالت عنه: حلم جميل. مستمعين الأعزاء، مع رجل وامرأة، مع الفارس الوسيم الذي خطف سندريلا السينما المصرية، مع علي بدرخان وسعاد حسني. رجل وامرأة، إعداد أحمد صالح، تقديم صديق حياتي. مدام سعاد او سندريلا البنت الحلوه الجميله البريئه اللي اثارت اعجاب كل الناس، يا ترى ايه اكتر حاجه عجبتك في الفارس اللي قدر يخطفك في علي بدرخان؟ جرأته وادبه الشديد. استاذ علي، يا ترى قبل ما تعرف سعاد حسني كنت بتابع افلامها على الشاشه، وكان رايك فيها ايه؟ بصراحه ما كنتش بتابعها يعني كلها، بس ونادر ما كنت اشوف افلامها. طب كان رأيك فيها هي ايه؟ كانت يعني وقتها كويسة، يعني مش قوي زي دلوقتي. طيب مدام سعاد، امتى وفين وازاي اول مرة تشوفي فيها علي بدرخان، وايه الانطباع اللي سابه اللقاء ده؟ انا شفته وانا بصور فيلم نادية، والانطباع اللي حسيت بيه اول ما شفته واعجبت بيه انه بيحترم الناس البسطاء. طيب وبعدين حصل ايه بعد كده؟ حصل اني صدقته لما قال لي بحبك. لا احنا مش عايزين نوصل للكلمه دي بسرعه كده، عايزين نعرف ايه الخطوات اللي تمت قبل ما نوصل لكلمه بحبك. يعني ازاي قدر يجذب انتباهك، ازاي قدر يخليكي تهتمي بيه، كل الحاجات دي. ما هو زي ما قلت لك، لقيته يعني انسان ما بيفتعلش حاجه، وتحسي انه صادق قوي في اللي بيقوله او في نظرته حتى. يعني حسيتي بده ازاي؟ طبعا كان في مواقف بينكم. ابدا، ده من خلال الشغل، يعني من خلال الشغل، طريقه كلامه، طريقه بصته ليا برضو فيها الاحساس ده.